أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج الشهور معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير واذكروه كما هداكم
الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من خلاق ومنهم وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله وقنا وقنا عذاب النار ربنا ربنا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نفسه ابتغاء
الله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. كانت هذه الليلة القرآنية المباركة من ذلكم العالم القرآني من فضيلة القارئ الحجين الصبح الكسوبي موجه قراءة عالم القرآن بالأزهر الشريف وبنقابة قراءة جمهورية مصر العربية والمقيم بالشوق الحاجر الصوت والبصمة اليسرى كالمقام وكبرى مخازن الفراش الحديثة والمعرض الفني وكل محلات ومخازن الحج محمد الكفراوي المقيم بجنب حضرة الصدر المعازين الكرام شكر الله سعادة الجميع.